استحقاقات مهمة جدا، قمة اقتصادية، قمة عربية، انتخابات نيابية، الحكومة استعدت لهذه المناسبات. ايوه يا فندم، مستعدين وشغالين ليل نهار للثلاث استحقاقات دول، وان شاء الله تطلع الثلاث استحقاقات دول بما يليق باسم مصر، سواء في المؤتمر الاقتصادي او الانتخابات باذن الله، وايضا مؤتمر القمه، وده اسم مصر، ودايما يعني باذن الله كل واحد بيعمل هدف واحد، اسم مصر انه دايما يبقى فوق باذن الله ان شاء الله. طيب، حركة المحافظين كان في مشاكل تتعلق باختيار الشباب، هل استطيع القول انه تم تحقيق اختيار الشباب في حركة المحافظين الجديدة؟ بقدر ما استطعنا فعلا، الحمد لله. يعني حضرتك لما تشوف الاعمار السنية تلاقي انها اعمار يعني فيها تواصل، فيها شباب تحت الاربعين، وفيها رجال يعني دي خبرة اللي هم من 40 ل50، ودي الغالبية العظمى، ويعني إن شاء الله احنا نتمنى لهم، لان احنا الحقيقة كان هناك معايير للاختيار، وربنا سبحانه وتعالى يوفقهم، وان شاء الله يعني احنا اجتهدنا بقدر ما نستطيع، وهو عاملين ان المحك الاول والاخير هو الارض والعمل، لكن احنا اجتهدنا والحمد لله، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، لان احنا في مرحلة عايزة مزيد من الجهد، وعايزة الحقيقة يعني احتمالات الفشل تبقى اقل حاجة ممكن. طيب، الصلاحيات، هل الصلاحيات الممنوحة للمحافظين ستكون كبيرة، بمعنى انه يمكن ان نصل الى لا مركزية، بمعنى انه الهدف وقانون الإدارة المحلية إن شاء الله اللي هو بيعد في أساسه اللامركزية، بحيث أن المحافظ يستطيع أن ينطلق ويستطيع أن يحقق وينفذ خطته داخل محافظته من منبثقة من خطة شاملة للتنمية على مستوى الجمهورية. طيب، حضرتك أيضا تمثيل المرأة، يعني من الواضح أنه تم اختيار أكثر من سيدة كنائب محافظ، يعني ثلاث سيدات، وان شاء الله برضو النواب بنستكملهم، وان شاء الله تكون المرأة ممثلة وده حقها، وان شاء الله يعني يكون أدائهم على المستوى اللائق اللي احنا بننتظره من المرأة المصرية دائما. طيب، عايز أسأل حضرتك، وانت من اكثر الشخصيات السياسية قربا من المملكة العربية السعودية، هل هناك اي تغير في العلاقات بين مصر والسعودية؟ يا فندم، العلاقة بين مصر دي علاقة استراتيجية، علاقة لا يمكن تتأثر بأي حاجة، والعلاقة متميزة وممتازة بالتين، وشوف حضرتك يعني هم مش هيسيبونا يعني اللي حضرتك كنت بتحاول تقول انهم عايزين يضعفوا او عايزين، يعني حضرتك احنا مش لازم ننظر لهذا الكلام، احنا كلام واضح، علاقة متميزة، علاقة ممتازة، وحدة مصير، كلام يعني حضرتك اي كلام غير كده يبقى مزايدات، وبصراحه احنا ما بنردش على الكلام ده، لان جذور هذه العلاقه تمتد الى سنوات وسنوات، وعلاقه بين شعبين وبين قيادتين وبين دولتين، يعني موضوع حضرتك تاكد ان العلاقه ممتازه ومتميزه. يعني حتى دعم السعوديه لمصر في القمه الاقتصاديه القادمه لم يتغير ولم يتأثر بأي شيء اطلاقا يا فندم، اطلاقا. حضرتك السعودية والراحل المغفور له خادم الحرمين، هو كانت فكرته هذا المؤتمر الاقتصادي والتعاون بين مصر والسعودية والإمارات ودول الخليج والكويت، الحقيقة يعني حضرتك علاقتنا مع كل منطقتنا العربية وبالذات الخليج علاقة متميزة جدا. طيب، عايز اسال حضرتك عن ارتفاع الدولار، هل في مخاوف انه يؤدي بالفعل الى ارتفاع اسعار السلع؟ هل وضعت الحكومه بعض الحسابات لذلك؟ بعض السلع ارتفعت. ايوه فندم، يعني بالنسبه للسلع والسلع الغذائيه بالذات، هناك نوع من الرقابه على الاسواق، هناك نوع من فتح منافس كثيره لتوفير الغذاء في سواء جمعيات تعاونيه، الجمعيات الاستهلاكية اللي هي منتشرة وعليها تركيز كبير، سواء التواصل مع السلاسل الكبيرة
بحيث ان فعلا نستطيع السيطره على اي ارتفاع في المواد الغذائيه. وحتى هذه اللحظه حضرتك ما نقدرش نقول انه حدث ارتفاع محسوس في المواد الغذائيه. طيب لا، لكن ارتفاع سعر الدولار انه الحكومه تسيبه بحيث يقترب السعر الرسمي من سعر السوق السوداني، هذا ده قرار مصري وليس بضغوط من الخارج كما يحاول البعض انه ينشر ويشيع. تبقى تعليمات من الخارج والحكومه لا تتدخل ايضا في سعر الدولار. هناك بنك مركزي، بنك مركزي، وهناك محافظ للبنك المركزي، وهناك رؤية مصرية وطنية بتقود البنك المركزي، فأي كلام غير كده حضرتك لا نلصق إليه. طيب سؤالي الأخير، أنا عارف أن حضرتك المهام كثيرة وثقيلة في حركة المحافظين الجديدة، هنا البعض هيبقى معتقد أنها مرتبطة بالانتخابات، يعني بدأت بعض الأحزاب والقوى السياسية تقول لقد جاءوا بهم لإدارة الانتخابات وفقا لما يريده البعض، هل لها علاقة بتسيير الانتخابات؟ وأقسمنا، ويمكن حضرتك بكرر، لن يتدخل أي مسؤول حكومي في الانتخابات. وحضرتك الأيام بيننا إن شاء الله، والأيام أثبتت ذلك في انتخابات الرئاسة، والحمد لله كانت انتخابات الرئاسة كل مصري بيفتخر إن إرادة الشعب ظهرت، وظهرت بوضوح وظهرت بشفافية، حتى يعني اللي هو ما يعني ما فيش أي نوع من الود معانا لم يستطيع أن يذكر كلمة واحدة عن انتخابات الرئاسة اللي أفرزت فعلا القيادة اللي الشعب التف حواليها. يعني الحكومة أيضا ستكون على الحياد تماما في الانتخابات النيابية كما فعلت في الانتخابات الرئاسية. ده أنا بأكده لسيادتك. طيب مهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومه، بتوجه لحضرتك بالشكر الف